كذلك ضربة القبر حق ولا يسلم منها أحد، لا المسلم ولا غير المسلم، فالكافر يضغط حتى تختلف أضلاعه عذابا، وأما المؤمن فيضغطه القبر. قال أهل العلم: ضمة القبر للمسلم كضمة الحبيب للحبيب، يصله منها بعض الأذى، ولكنها ضمة حبيب لحبيبه، يعني أن ضمة القبر حق، ولكنها للمؤمن ضمة حب، وللكافر ضمة بغض وعذاب، وهذا كله يضعه الله جل وعلا ويخلقه جل وعلا في الأرض، فتضم هذا وتضم هذا، وفرق بين تلك الضمة وتلك الضمة.